نبينا عليه الصلاة والسلام وحي إلى هبين وحي من ملك جبريل ميكائيل مركز إكحية مركز صعني أيام وحي أني ويري على مثل التنور بهاش أن تنار كلي يراد مفضل الجد به أو كله أيام مال أهو جد أو سيدا صعني بدوي وين فإذا وإذا فيه لغط وأصوات وحي ماشي كد حيارة هيو إلى نبي عليه الصلاة والسلام هو اللي عضبة كده بحاجة قيلة كده حيرز فطلعنا فيه قد كيبان فيرني فإذا فيه رجال ونساء عراه وحاكب حقه كتشر هالكاس رقي الضمر قاقاون وحبقى انقبين ايا هالكا كتشر وإذا في وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم هلع يا وحو إيمانا يا هستو ذا يا وحاك صبحها يا هلع فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو هذه هلا عاسي سوغار وصو كسو بحايا وي قيل داميان او وي عبادا قلت من هؤلاء يا جبريل وحاير ملك جبريل او دد كان سات لو عذابيو او بهشان كجيرا او رغي دمر قاون او هلع لك هيو غبنهيا او عبادا هيا مخيين مركاس هم الزنا والزواني ورقي زانيين تاها هي الضمر كي زانيات كاها وزيني زني ويان السلاس أي إلهي عقاب تاس أي مرسيني نبي أن عليه الصلاة والسلام وحير لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خوفك الزاني قاهي مزني استو أصغى مؤمنة إيمان كأي القسيبة خوفك مؤمن كأه حلق إيمان كاس وقلبك سنورنا هيو مزني سني مرك إيمانك اللي جذب أيوه وحقد عيا زندي وحنا بيجو بعذا لقى لي سحابة ديسا وحنا كلب بعذا كلب جذي كلب جلي وحي أهيت إن ينفع حشدا حن أيضا كدعين مرك سان نبيجو كورنا يا سحابة بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا يقول أم بايع عذا إن ينوح ويان إلهي أشركيال إن ينوحد إن ينزنيسا أي النبي قب عدا كل جليه صحابة رضي الله عنهم أجمعين. الإمام أحمد وحلي لا أعلم ذنبا بعد قتل النفس أعظم من الزنا. ذنب كوي نفل دلوه والزنا ذا كوي مجرنايو. نفل دلوا مركل جسواتجو ذنب كوي زنا ذا مجرنايو. ولذلك يرى الإمام ابن المنذر وحيرى صح أن مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن وح أنصحي قفك وحويان خمرضة دائمة أو خمري عبكة إلهي إنو لكل ميو أصدقوا كسوغان حالة عابد الوثن قفك السنم كعابد يحالة دي سوكال إنو إلهي كل كل ميو مركا سويري ولا شك أن الزنا أشد وأعظم من شرب الخمر وحان شكي كتشرين زنادو إني كحنتهي كان وينتهي دنبي أهان خمر اللعب محايا لخمرضة اللعب قفك أني كوكوبانتا لكن زينده وحي فسادين يسا أعراضي مسلمين تا إيا نسلكي إيا ترنكي إيا بلشدي بي كل إحفافة يسا عذردي بي فافين يسا نسلقي با اللومة هيا خراب عالم كوردن أو تخريبا ويا زينده إلهي زينده مركو حرمي سبحانه وتعالى ما سنوح على حرمي أسباب تكين يسا أو كيني كرتين زينده لقدعه وحال حرمي أو كم إذا إطلاق البصر أرقاق إلا فرتد ووحى الله لي وحي المحرمات كأجانب تأفيريس إلهي وحي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم رجى المؤمنين تاوحى كتر هذا النبي الله محمد وحويان أرقوا ذا هاللابين أرقوا ذا وحكم ذا هاللابين وحكم تكاهنا ووحى حن أدن بقاها كاللابين أجنبياتك إلا في ريوالد ضدك أجانب تأها هي إلا في ريوالد قف كاس أجنبيك أو دمرك أو إن ده اللي قال الله ها هذا قف مركا هرت هذا تاعن ها هذا مدى فيسبوك كلا سعتيه وكفيرين يصير ها هذا قنوات كي التلفزيون هذا كوه كصباح هيا ها هذا وحويان كوه هوتيل شوجا ملك استوى أي شوجا وحويان أرجع إلهي وحوك أمري أيها المؤمن إن ده جينا اللبت إلهي وحوك أمري وأمر إلهي قل للمؤمنين يغضوا من أبصار هوين كنا وحى إلهي ويري وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن هوين كنا عنده هذا هلابي ساس اللوك الحديث ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وحكري يا علي لا تتبع النظرة النظرة
أجمد عليو أجمك لها الراعين في رضا في رك لها الراعين محايل فإن لك الأولى وليست لك الآخرة مد هر اللجوء قري مايو لكن مد الدنب واللجوء قريه إيش مرك هراعي كأجد عضو تاس اللجوء قري مايو وإلهي الرحمة دي سيا فضل يسوي لكن مد كذب بيسه واللجوء قريه أقو وحنبي يقول صلى الله عليه وسلم فالعينان زناهما النظر إنه هو الزنيستان زنا دودنا وأجمد يفير ذوي آخرنا واللجوء دينيا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مغل كاغا هي أرقاغا هي قلبيغاغا كل إلهي أكتس سبحانه وتعالى ولو سؤال يا ولو ويدين يا وإن عندها نك إلى لنا وحيارها عاد إسكن نقضي وعند أرقيسا نون وين أضم ركاس إنه ضال على وكي رح يشان لكن موبيل كيس كوة كتشرة وفيسبوك ده حداتسن كوة تلفزيونات تاجن أو ولا قاقاون أو كل لبس حن كوة طريقة مرة هيا كحشان معي عادي ونقط سيشي سوق قد عيسو قد عيسو قد عيسي أو قلبي سمان طرنا الصن وقو سوق قد بين عيسي أي قلبي سيما دو بادي مرقا سوا حويان وحا هالكاس يا داتسن أو هوين قاون أو شركة دموشين عيسا ميد هيس عيسا ميد عيار عيسا ميد اسقاوين عيسا ميد أفعال كلا السمين عيسا وحا الله وحو كأركا يا موبيل كيسا نحن يسا كداوان ايو أما تلفزيون كقوري سيا لو كفير سنة هيو وحا الله لي وحا نبا وما أركو قلبي سيبا مدوباني إلى قلبي أوجاري لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نبي قايري عليه الصلاة والسلام قلبي فتنة يا كل عيس إلى فتنة سواح ويا مركض بقلوب تقار كده أي جارسيسو إنه قلبي منكر كي أوسن منكر وأرك معروف كينا أوسن معروف وأقوم من أوسن أقوم ووحول بأس كقدر ما وإن إلهي سبحانه وتعالى وقبق ولما واحد أقاتا كوا كتشرا موبيلا إنا كخطر بدنيهين وكسي خطر سيهين كوا الظاهر كاهو الضريقة يسوق يدا أكو أركيس محايا لكوان أيا كحن حق اللبس كو كليتا أيا كليتا وأيا وحا أيا هلك عالم كيس صوت لغا هيا وهلك أكا أركيس إنا سوق أيا كلكو أركتا ويرتا كذلك وحا ويان وحا شهودة كعينة هيا وقفك مرول بكو كعينة هيا وحا ويان وحا موبيل كيس مرول بوكشرة وساعات كستي ووقت كستي وهلكر ضد أيا أيا ضاوان أيا وحاس وحا ويان ايغو سمينا يا وليبا فاحشدي او اد يا وفيرسنahay او دغها سماعاد اوغو جيرتو او وحا داوانيا ايا قرحيدي قاركو لا كلمي ماركاسا وحا لا سو قادا اسو غوغايو ميدا يا موبيلكيسي وخي اي سارن يهين او هيستي كا دارنتahay ايا لا سو قاد قار كميدا ايغو مسايد كسو بخاي با قرح لا كلم كلا نصيب بدا قار ايا ايغو هوتيلدا مغالدا كو يالا قاركود كا تومنahay او قمردي عبهايا او هاوين سداسا وحا ويان لا تومنahay ايا ودنو استاغ او هلكا كو بختي ولا ليال وحا ويان فاحشدان فافتي او خطرتا اصل وحا او اه وح بدن او انغو ان غعمهنا كو ييبسني موبايل كان قرعقتا كبخني وحا غوريغا ان سو دغني درديدا ان فرني او انن تحكمهين او انن الهالين ايا وحي كينيان وحا ويان إني فاحشة داني فافتو وأكتر نعاد أيك النقط نعوذ بالله من ذلك إسلامك وحيالها وحرمي وحاكم إذا خروج النساء متبرجات متعطرات هوينكو إني بحان أيغو وحويان قاقاون وآن حجابنين وسيدي جاهلية أبحان وعطر يودقون أي مرسلان إسلامك وحرم إلهي وحول ليه وقرنا في بيوتكن هوينكو قريوهو ده كن قادين هوينك لله الله يوا ولاشا وحاسكاغا وقبضاذا وإن أدقار سيسا مسؤولية أيا كاسارا إلهي وحو الله وقرنا في بيوتكن قريوه دها كنا قادين ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى سيدي جاهلية دي هو رؤوسه بمبيح الشرتين يينا أبن بيح أيا قول متعطرات ودرحف عن أنقب وأن حجابا أي بحث هو أنت وحا الله أمر مركا يبحث أين حجابته يدنين عليهن من جلابيبهن أي الله وعلى أمر هذا الكيد إني سنجلعن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وعلى قرب إني الزينة ذا موجسه ولا يبدين زينتهن قرح ذا ضيين موجن وعلى أمر إن ده إني اللابته وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وعلى أدي ذا عطر كي يدقون كي نبي وحجر صلى الله عليه وسلم إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم فهي كذا وكذا هديها وانتو عطر صومرسته وقوم كي أي صومرته وحويان واسدها يا سدها يعني زانية وهوين زانية
حتى waxaa la amray dariiqa markay marayso inay gees ay marto ee ayna waxa weeyaan ajaanibta iyo ragga maraya ayna dhex qaadin waxa soo dhana waxaa la ilaalinayaa cifada qoyska muslimka ah iyo mujtamaa muslimka ah ayaa waxaa laga joojinayaa laga xirayaa nooc kaste oo ay faaxishada iyo xumaanta ku iman karto ayna isweydiino gabdheheenu maxay ku aadaan iskuulada maxay ku aadaan jaamacadka maalil maalmaha kamida waxaa fiirisa gabadhaadu marada ay qabto oo jaamacadda ay ku aado iyo midda iskuulka ku aadayso iyo midda markay qaraabada soo salaamaysa ay ku aadayso ma ilaahay subxaanahu wa tacaala tii uu sheegayba yudniina calayhinna min jalaabiibihin ma jalaabiibtii ilaahay sheegay oo jirkooda ha ku raariciyeen yidhiba mise waa mid kale oo aan jalaabiibtii ahayn adigu isweydii هذا تهي مدي إلهي وشاقي إلهي هرتي سمال انت قياما وبحسنيس هذا المسؤول كتهي والله عكت وقصو بحسي مدي إلهي شاقي مدي عكس كذا هاي وحا آدلد قال لما يسا وإلهي سبحانه وتعالى أقول وأمر كإلهي وبحيي أياد عكس كيسا لدقال أتكو هاي سيد بالله عكت هذا كو بحنيسا أقول وحا كوصو مقن حرب من الله إلهي حق يسا waxaad u diyaar garowday inaad u bandhigtid gabdhahaaga faaxishada iyo xumaanta wadadii xumaanta ay ku gaari lahaayeen baan u samaysay bal u fiirso waxaad koontarooshaa xijaabkooda waxaad koontarooshaa xaggay u baxayaan waxaad koontarooshaa waqtiga ay waxbarashada aad u diraysid ma ka yimaadaan oo mise kama yimaadaan waxaad isku daydaa inaad ogaatid meeshay wax ka baranahayaan meel macquul ah oo sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu ilaalinahaya miya mase waa meel rag iyo ajaanibta la isdhex dhigay oo moobeelada la kala qortay oo dariiqa la wada fadhiyo oo meel walba wax weyaan lagu wada sheekaysanayo wax kala soocanba aan la arag ilaahay qiyaamo ku weydiin mahayo maxaa gabadhaada uga saari weyday jaamacadda maadiga ah laakiin ilaahay wuxuu ku weydiinayaa maxaad u bari weyday diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala war risqi ilaahay baa haya oo ilaahay baa noo kafaalo qaaday oo risqi waa la helayaa oo wixii ilaahay kuu qoray waayi maysid ee gabadhaada diinta ilaahay iyo khayrka kula dadaal bulshadan mujtamaca xaaladda ay ku sugan tahay waa xaalad aada looga nooc nooc kasta oo diinta ilaahay ayna amrayso waxa weeyaan mujtamaceenni waa nooc aan u samaysnay inuu qaataba waxayna dadkaani ka soo baxahayaan waa guryo xala ay ku hoydeen bay saaka ka soo dareeraya guryaha ay ku hoyanayaan miyaan dad mas-uuliyiina joogin miyaan aabbayaal ilaahay ka baqayaa joogin aabbihii salaaddu aadayaa masaajidku aadayaa ma darsigiibuu imaanayaa caruurtii iyo reerkiina waxba kama quseeya nacuudu billaahi min dalik ogow markaa dhimatid xisaabtaas waa kuu taal ilahay ogta subxaana watacaala asbaabaha zinada keenaya oo islaamku xarimay waxaa ka mid ah dukhuulu rijaali alajaanib cala almar'ati alajnabiya raggu inay u soo galaan waxa weeyaan haweenka ajaanibta ah inay u soo galaan oo guriga ay ugu soo galaan waxa weeyaan iyadoo maxram iyo midna aysan la joogin wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam iyaakum wadukhuula cala annisaa waxaan idiin digayaa idinkaiyo idinkala digayaa gelitaan dumarka aada u gashaan ayaan idinkaga digaya nin saxaabiyo ansaarta ka mid a ayaa wuxuu yihi yaa rasuul allah afara'ayta alxamd rasuulka ilaahayow ka waran dumaashiga waa zawjka ninka qaraabada la aweeye ina adeerkiis weeye walaalkiis weeye dhinacaasuu ka soo jeedaa hadduu ninkaas uu guriga gelahayo oo guriga dumaashidiisuu tagahayo oo gurigii walaalkiis uu yahay gurigiina adeerkiis uu yahay bal ka waran markaasaa nebigu yidhi alxamulmowt waa geeri waa dhimasho ninka qaraabada kola ah oo adiga qaraabadaada ah oo gurigaaga tegahaya oo mar walba ku laalaabanaya haweentii aynan ka xijaabanahayn isdabeecad baranahayaan saacadduu doono uu tegahayo nebigu wuxuu ku magacaaba dhimasho calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay ninkaan laga shakin mahayo waa wiilaa abti u toobaadiye ka keentay ama meel kale a ka keento oo waxbarasho u keentay midaad adeer u tahay mid kola dhashay mid ina adeerka ah waxbarasho iyo nacfi baad la raadinaysaa iyo horumar inay gaaraan guriga ayay joogaan gabdhahaagiibay isdabeecad barteen xaaskaagiibay isdabeecad barteen nebigu wuxuu ku tilmaamay geeri inay tahay waaqicadaasna waxa weeyaan dhacdooyinka dhacaya oo culummada inta loo yimaado la weydiinahayo aad bay u fara badan tahay
aad ba u farabadan tahay nin oranahay waxaan arkay wiilkii aan keenay oo inta aan barbaarinayo waalidkaan u ahaa ayaan xaaskayga ku qabtay gabadhaydi ayuu ma taqaana ur u yeelay saas iyo sidaas ayaa dhacday nabi maxamed baa wuxuu ku tilmaamay alhamul maut inuu geeri iyo dhimasho u yahay ma soo geli kara guriga haduu soo gelayo waa in qof maxram ah oo haweenta maxramkeeda ah oo ragii uu jooga waa inuu waxa weeyaan meesha uu ka degan yahay guriga iyo la kala soocan yahay cunada waa inayna u geyn karin gabar adigu aad dhasho ajnabi ka waa in qof kale cunada u geeya ama marka hore inta loo diyaariyo dib dambe uu ka yimaada ma ahane waxa weeyaan dhaqankan aynu naqaano oo aynu ku dhaqmayno waa dhaqan dambi ah oo fuxshi ah weeye 24 saacana ilaahay agtiisa dambi nooga soconayo waa ilaahay looga baqaa subxaana wa tacaala waxyaalaha zinada fududeeya waxaa ka mid ah ghinaaga iyo heesta ka mid ah ghinaaga iyo heesuhu waa muxaram وانا بالاجماع فاكثر من 30 عالما ايانا سو غوري اجماع قفك هيسها دغيستنا وحو غارا مركا دمبه انو زينيست ايو غار ولذلك ابو اورنجي الوليد بن اليزيد وحو يزيد بن الوليد وحو اورنجري اياكم والغنى اسكا الى عليا هيسها كدكتونادا فانه ينقص الحياه حشوتك ايو نقصاميا قفك ايو ضميرك كبابيا ويهدم المروءه مروءه ايو دلا او دميا وحا ويان وحو كعيا شهوه ايو كعيا او قفكو مركو هيسها دغايستو و كبخايا حدك ددنمدا اي انو اس حكومه و كبخايا وحو نقونيا قف جعيلك يا هيسها يا قرنكا او ججبن هدوتنا وحا ويان رغنا كسو تغي دمرنا ما غاري نين رغا هيس دغايسن هيا وا دقونمه يا دولنمه وي رغنا وا كسو تغي دمرنا ما ونن غاري marka heeginaagu waa muharram wa in la iska ilaaliyo yunbitu nifaq qalbiga ayu munaafiqnimo ku abuura daa'iman dadka heesaha daa'iman ogow toobad xumay ku dhinta qaato waxbay ku dhinta macruuf wey daa'iman dadka heesaha jicil oo dhageysta waxa weeyaan waxay ku dhiyaan inay qaato waxba ku dhinta nabiga naa yiri sallallahu alayhi wasallam la yakunanna min ummati aqwam ummadayda waxa laga heli doonaa qoomam يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر حلاليسته زينده حلاليسته او خمرده حلاليسته او هيسها حلاليسته او دركه حريرته حلاليسته اي امديده لغا هلي دون marka sa hadithka aakhirgi sa nabigu wuxuu leeyahay habeen intay siixdan ba waxi dhici doonta qaar kamid ah ilaahi daan yar iyo doofaara inuu u bedelo oo u nasaxo wa inaynu walaaliyaal zinada noocyadeedo dhan la dagaalna waxaad ogaataa hada zina samaysid ogow dambigaasi waa kugu maqan yahay dambiga aad samaysay waxa ilaahay kugu ciqaabaya gabadhaada iyo ahalkaaga in cuquubadaas ay ku soo laabato walidaalika baa waxa la yiri ninkii 2000 oo dirham haweenay oga zinaysta reerkiisa waxa looga zinaystaa bi rubci dirham hal dirham rubciis ayaa looga zinaysta aljazaa'u min jinsi al'amal intay dadka muslimaadka gabdhahoodu ka baxsan waayaan oo faaxishada la aadid inay gabdhahaaga iyo habaryarahaaga iyo adeerku adeerka u tahay iyo xaaskaagu ay badbaadaan ha u fadhin sida u argagixiso oga nixiso faaxisho la aaday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala cuquuba noocaas oo kale ah adigana ilaahay kugu saliday